لم يمضي على تسليم هذه السكنات الواقعة بحي الدلولة بالعباس بالجلفة إلا أشهر قليلة، إلا أن قاطنيها اصطدموا بالعديد من المشاكل اليومية. جينا هنا السكان نورمالمون هنا لقاو الابتدائيات ولا هنا لقينا ما كاش شيء مؤسف، لهنا ما كاش ولادنا وين يقراوا، هو المشكل هنا وين ندوهم، نديروا لنا حافلات يزيدوا فوق هكذاك ما نورمالمون في لاميناجمون يبداو لنا يحطونا، هو الابتدائيه هي الاولى لهنا. الماء ما يجيش لهنا بالسمانه، مشكل تاع الماء يريقلوه ماهوش حاجه اللي قال صعيبه، رانا في 2018 ابتدائيه لازمنا ابتدائيه هنايا. علاه؟ خاطر عندنا خايفين على ولادنا منا ومنا يروحوا، جاي الشتاء درك قضيه فاني تاع فاني متوسطه فاني بعاد علينا، متوسطه فاني بعاد علينا. الماء بعض الاوقات يجينا بكري، بعض الاوقات يجينا روطا. ورغم مبادره سكان هذا الحي بتنظيف المحيط لم يجدوا الدعم من الجهات المعنيه قصد المحافظه على نظافه هذا الحي. كاميو احنا ما كان ابعثوا لنا كاميو من سمان سمان يديروا فينا مزيه، ابعثوا لنا كاميو يهزها، قال لك اخويا مازال حتى الجونفين نجي نديروا لها جلسه ونديروا لها حياه نديروا لها بيجي ما عرفناش. ينتظر سكان حي الدلوله بالعباس من الجهات المعنيه الالتفات لهذا الحي وتخليصهم من المعاناة التي تضاعفت في الآونة الأخيرة.